منطقة حي البكر. شو وضعك؟ والله وضعنا هذا الحال، تشوفه ده حق على المايات ده يطب للمحلات مالنا، والمجاري مسدودة، لا اكو جهة، البلدية هاي اوساخ التجين احنا لازم نشيلها بسياراتنا وناخذها ويانا المغرب. وهاي تصور هاي المايات، شوفها بالشارع سيارات ما تقدر تعبر منها. شوف السيارات والماي هسه كله فيضان صاير. نطالب من الجهات الأمنية أن تشوف لنا صورة حل هاي المياه، المجاري المسدودة، المنهولات، المجاري، الأرصفة هاي دحقوا عليها هسه. شوف هنا ما تقدر سيارة تعبر من منطقة حي البكر، سايدين مال حي البكر، بين السايدين قرب السايدين مال الكنيسة، مدخل حي الأخاء. دحق على محلاتنا، احنا على باب الله، هاي المحلات كلها فيضانات مثل اليوم، احنا هسه كل شيء ما مشتغل. على أي السيارة يجي يبدل دهن أو يبدل أي شيء يعني، هتلاحظ قدامه ما يقطع يعني يمين يسار كله دحق عليه. واحنا على باب الله يعني هسه احنا قد من الراس من البداية الكازينو للنهاية 24 محل. واحنا على باب الله هسه جاي امر ازالة. جاي امر ازالة علينا. كل سنة يصير فيضان هنا؟ كل سنة يعني هذا هسه انا هذا معلي من عندي. هتلاحظ هنا من لهناك فرع انا معلي. يعني انا معلي على حسابي. وما في. ايش ما تسوي هنا ما في. مطار حي البكر يا ودحك ارزاقنا انقطعت من خلف الامطار، نطالب من الحكومه انها تيجي تسوي لنا صوره حل، ارزاقنا انقطعت، المحلات دحك عليها فيضانات ما فيضانات، حتى دحك عليها سيارات عطلة بالشارع، امر روح يجي تفرع العالم. فنطالب من الحكومة انه تجي تسوي لنا صورة حل. والله هاي بعد اول مطرة هي عجل عجل لو مطرة ثلاثة أربعة ايش راح يصير بالمحلات؟ المحلات كلها راح تقع. فنطالب من الحكومة انه تجي تسوي لنا صورة حل. يا حبيبي ما يصير شيء.